لكن قلت لكم في بداية الحلقة في أخبار حلوة عايزين نتكلم عنها. مصر لما حسب فهم المتواضع في الاقتصاد، مصر لما عملت ترشيد للاستيراد، هو مش ترشيد قوي يعني، هي منعت من الآخر. مصر سوق كبير 110 مليون، ففي بعض الشركات الأجنبية قالت الليلة كده شكلها مظلمة في مصر. طب ما أقول لك إيه، بدل يا عم ما نصدر لهم، ما تيجي نصنع البتاع ده عندهم في مصر، السلع اللي احنا بننتجها. ونتج عن ده إن في 9 شركات أجنبية التقاهم السيد رئيس الوزراء في مبنى هيئة الاستثمار يوم الاثنين الماضي، والكل أعلن عن ضخ استثمارات في مصر. في شركة مثلا يابانية، أتمنى أقرأ اسمها صح، سومي تومو مصر اليابانية، تنشئ أكبر مصنع لضفائر السيارات في العالم. بص، هي بتنشئ أكبر مصنع. الصورة الحلوة دي اللي تشرح القلب دي اللي احنا منتظرينها بقالنا 7 سنين، بمصر باستثمارات 100 مليون دولار. ده كلام حلو. عارف يعني ايه دول ييجوا يشتغلوا عندك هنا؟ عملة صعبة دخلت بلدك، هيشغلوا ولاد بلدك، هيدفعوا تأمينات، هيدفعوا كهرباء، هيدفعوا ضرائب، هيصدروا للخارج، هيجيبوا لك عملة صعبة. في كمان حاجة أهم من كده، وهو إن أنت بتعرف النو هاو، بتتعلم. أنا عايز أمسك في 9 مستثمرين دول، عايز اسهل لهم كل حاجه. مبسوط ان السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قابلهم بنفسه، ما سابش الموضوع ده الوزير ولا الرئيس، علشان ياكد ويقول انا راس السلطه التنفيذيه اهو، انا مستعد اساعدكم باقصى جهد. تعالوا نروح لمهندس بهاء عدلي، رئيس جمعيه مستثمري بدر. مساء الخير مهندس بهاء. مساء الخير يا استاذ محمد. ماذا يعني إن 9 شركات أجنبية عايزين يستثمروا في مصر وينتجوا بعض منتجاتهم اللي كانوا بيصدروها لنا؟ طيب، هو طبعا يعني إنه مصر بوابة لأسواق أخرى، ده أول حاجة أقدر أفهمها. إنه لأن أنا لما بصيت على الخبر، وأنا الحقيقة متابع الكلام ده، لأن هو مش من النهاردة، هي الشركات دي بقالها شهور عندها خطط إنها تعمل المصانع. نعم، بس لو بصينا على المصانع دي هتلاقي كل المصانع هدفها التصدير. طبعا لما يبقى هدفها التصدير يبقى على طول بيدينا مسج ان مصر بوابه، وهي فعلا مصر بوابه افريقيا. السوق الافريقي سوق كبير جدا، وسوق واعد سواء شمال افريقيا او افريقيا بالكامل يعني، بس ليها بوابات مهمه جدا. كمان لفت نظري المره الثانيه انه بدانا نبقى بنسمع عن انه رئيس الوزراء والقياده السياسيه، حتى رئيس الدوله بيتكلم على التصنيع، بيقول رئيس الدوله بيقابل رؤساء شركات. بالظبط، انا عايز اقول لك البعض بينتقد ده على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا ارى عكس ذلك، لان رؤساء امريكا كانوا بيسافروا عشان يجيبوا فرص عمل واتفاق على بضاعه امريكيه مثلا. مش بس رؤساء امريكا، رؤساء كل الدول الصناعيه هم اللي بيفتحوا الاسواق بتاعتهم. صحيح، يعني احنا طبعا ده شيء طبيعي، اول مره بقى احنا بنشوف الكلام ده في مصر. علشان كده احنا عندنا تفاؤل كبير انه اذا كان رئيس الدوله بيتكلم على ملف الصناعه، واذا كان رئيس الوزراء بيقابل الشركات وبيتابع معاهم وبياخد قراراته وهو قاعد على الترابيزه علشان يذلل العقبات، ده كلام لاول مره بنسمعه. الحاجه الثالثه يا استاذ محمد اللي حضرتك قلته بالظبط، هو ده مش قابل لاي تفسير، يعني مش قابل لاي تفسير غير ان في استثمارات اجنبيه مباشره جايه تقابل لي فرص عمل وتزود لي التصدير. انا بقى مش قادر افهم النقد بيجي منين. يعني ثقافه المجتمع دي لازم تتغير، لازم النقد اللي هو ايه مهندس بهاء؟ النقد والله اي حاجه انت هتعملها هتنتقد، بس احنا عايزين وحضرتك معايا نشرح للساده المشاهدين ان الاستثمار الاجنبي في مصر طوال سنوات مضت بما فيهم ال7 سنوات الماضيه كان بيجي في حاجتين، حاجه اسمها اذون خزانه هوت ماني، او استثمار في حفر
الابار البتروليه، بس حد يجي يضخ لي كده بشكل مباشر فلوس في مصانع كده، هو ده اللي انا كنت بتنشى عليه وغيرنا يعني. فاحنا امام لقطه يعني بمليون كلمه زي ما بيقولوا. اتمنى بقى، اتمنى ان السيد رئيس الوزراء يتابع كل يوم ان الناس دي اتحلت مشاكلهم عشان ما نطفشهمش. وحضرتك ادرى بالتطفيش يا مهندس بهاء. صحيح. بص يا استاذ محمد، لما انا اجي اعمل وديعه، لاحظ حضرتك ان دلوقتي احنا بنقول احنا دول احنا مش عايزين هوت ماني، يعني مش عايزين استثمارات. لا خلاص اتعلمنا بقى، ولا حتى عايزين وديع في البنوك، احنا عايزين استثمارات. ليه؟ لان استثمارات انت بتدفع فلوس في اصول، لما بتحصل ازمات انت جزء من الازمه، انت مش هتاخد فلوسك وتجري. يعني حضرتك لما حصلت الازمه اللي حضرتك شفتها دي، اللي ليه فلوس خدها لانها فلوس سايله يقدر يسيلها فورا. لكن لو انا ليا اصول، لو ليا مصنع ومعدات وادوات، هاخدها وامشي ازاي؟ عشان انا برد على الكلام ده ايه؟ لما يجي مثلا صندوق سيادي من دوله خليجيه تقول انا اشتريت مصنع الومنيوم، مصنع الومنيوم دوت حضرتك ما اتطورش بقاله 30 سنه 35 سنه، والتطوير ده اساس الصناعه، والالومنيوم دي مثلا مدخلات لصناعه اخرى. ده خبر لما بيبقى موجود في اي دوله في العالم بيتعمل له مانشيتات وبيتعمل له حلقات كتيره جدا، لانه انتصار كبير جدا. انا بقى افاجئ ان الكلام بيتقال على ان الدوله بتبيع اصولها. هسمعك مهندس بهاء، انا هنا ما اقدرش اهاجم او انتقد اللي هاجمه بيع مصنع الالومنيوم او غيره او الحديد والصلب، لسبب بسيط: غياب المسؤول اللي يطلع للرأي العام يقول لهم وضع مجمع الألمنيوم كذا، الصورة كذا، فاحنا كان أمامنا إما كذا وإما كذا، يعني يشرح للناس. بس كل اللي بيعمله المسؤول هو يروح مطلع لك خبر صندوق سيادة إماراتي يستحوذ على كذا في المية. طب ما أنا عايز أعرف، طب اشرح لي يعني. لكن انت دلوقتي البيت بعد وفاة الأب، جه الأخ الكبير قال أنا بعت البيت، طب اشرح تكلفة صيانة البيت عالية. طيب هو اللي حضرتك بتقوله كلام مظبوط، بس خليني أقول لحضرتك حاجة يا محمد. أصل أنت إحنا مثلا لو خلينا نتكلم على حديد والصلب هيبقى أوضح. حديد والصلب إحنا عندنا شركات قطاع أعمال أو قطاع عام، لأن الاقتصاد في العالم كله بيتغير من عصر لعصر. يعني في عصر مثلا في الخمسينات كانت الدول هي اللي بتعمل الصناعات. بعد كده حتى الصين اللي هي مصنع العالم دلوقتي كانت هي اللي تملك المصانع. في عصر اخر بقى القطاع الخاص هو اللي بيملك، لانه اكثر فلكسبيليتي واكثر تطويرا. نعم. لو حضرتك ما اتطورتش باليات العصر خلاص انت بتبقى تتراجع بشكل كبير. هدي لحضرتك مثال، ويا رب المثال ده انا ما بتكلمش فيه على الوجه السياسي خالص، انا بتكلم على الوجه الاقتصادي. الدخيله، مصنع الدخيله ده كان مصنع قطاع عام. لما تحول الى قطاع خاص بقى من اكبر مصانع العالم. ليه؟ لانه تطور. انت عندك بقى دخيلة دلوقتي من اكبر مصانع واكثر مصانع متطوره. ليه؟ لان دخل القطاع الخاص واشتغل باليات العصر. ده اللي انا بقوله على مصنع الالومنيوم. طبعا انا مش عايز اقف بقى عند الحديد والصلب والالومنيوم كمصانع قطاع عام، لكن انا بتكلم كصناعه. الصناعه دي صناعه بتعمل لك مدخلات لصناعات اخرى كثيره جدا. يعني شوف كم مصنع حياتك في التسع مصانع اللي حياتك بتتكلم عليهم، كم مصنع محتاج مثلا انتاج مثلا. لو انا عندي الصناعه دي انا عمقت، ما التعميق معناه كده. صحيح. انا صحيح. بعمل اربع عمليات، اعمل خمسه، اعمل سته، اعمل سبعه، لغايه لما ادخل على الخامات الاوليه. طيب خلينا نقول برضو مهندس بهاء ان وصول التسع مستثمرين لمصر هي رساله ايجابيه ايضا لمستثمري العالم. يعني طبعا العالم والمصر كمان. خلي بال حضرتك يا استاذ محمد، افرض ان انا دلوقتي مش مقتنع ان المصانع دي تيجي مصر، وبعدين بكره ابني اشتغل في المصنع ده وتطور. اللي حصل ايه؟ انا طورت فكري، انا كنت فاهم غلط وفهمت صح. ده اول اعتبار. ثاني اعتبار ان اللي هيتخرج ممكن عدد من اللي اشتغلوا في المصانع دي يخرجوا يعملوا مصانع مغذيه للمصانع دي وهكذا. صناعه بتعمل صناعه. اذا هي خطوه ايجابيه بكل المقاييس. طبعا مفيش كلام.